حقق فريق بحرين ون والذي يملكه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك ممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حقق إنجازا كبيرا بفوزه في بطولة NHRA الرئيسية لسباق السرعة والتي أقيمت في مدينة توبيكا بولاية كنساس الأمريكية والذي يشارك باسم مملكة البحرين. وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أعضاء فريق بحرين ون بهذا الإنجاز الجديد والمتميز والذي رفع اسم مملكة البحرين في بطولة السرعة بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعتبر من أقوى سباقات السرعة دوليا. وأعرب سموه عن شكره وتقديره للسائق العالمي ستيف جاكسون وطاقمه على تحقيق هذا الفوز المبهر في السباق، مشيرا سموه إلى أن فريق بحرين ون أصبح له بصمة واضحة في عالم السيارة الميكانيكية، وذلك بفضل ما تمتلكه مملكة البحرين من سمعة كبيرة عالميا بوجود حلبة البحرين الدولية للفورمولا ون، مشيرا سموه إلى أن هذا الفوز الثمين يجسد الطموحات البحرينية برغبة الفوز، وأن هذه النجاحات تتحقق بفعل العمل الخالص وتطوير السيارات المشاركة في الفريق الذي تم إنشاؤه عام 2005، وهو يمثل مملكة البحرين محليا وأقليميا ودوليا. متمنيا سموه لفريق بحرين ون بالنجاح والتوفيق في سباقات السرعة الدولية القادمة. وفاز المتسابق العالمي ستيف جاكسون من الولايات المتحدة الأمريكية سائق سيارة فريق بحرين ون بالمركز الأول في البطولة العالمية NHRA لسباق سرعة السيارات الأمريكية، فيما فاز بالمركز الثاني في الأسبوع الأول من البطولة نفسها.